نص نعود نعيشوا فرحة التتويج بكأس أفريقيا ونعيشوا لأول مرة نتعداو للدور الثاني في كأس العالم. هذا طموح وهذا باش نخدموا عليه، لكن الشيء اللي نصور اللي قبل ما نوصلوا للحاجات الكبار هذوما والزوبجكتيف توصل تغزر للسومي نتاع الجبل، واحد يزم بطر بطرف وين يحط سقيه، بالخطوة بالخطوة، بالماتش بالماتش، ونكونوا رياليست.